السلام عليكم، اهلا وسهلا، تحيه كبيره لكم مره اخرى. بغيت ندير هذا اللايف هذا مره اخرى باش نوضح لكم واحد المساله اللي غلطوا فيها الناس، هو انه كاينين صفحات فيهم رشيد شو. الاسم ديال الصفحات رشيد شو، هذوك الصفحات كاملين اللي فيهم رشيد شو ماشي ديالي، ما عندي حتى شي صفحه سميتها رشيد شو. الصفحة الوحيدة ديالي هي هذه رشيد علالي اللي فيها لو سين فيغيفي، وعندي انستغرام. الى دخلتوا الانستغرام، انستغرام ديالي هو رشيد علالي حتى هو فيه لو سين فيغيفي. اذا اللي بغيت نقول بانه كاين واحد السيد الله يهديه كيحط شي حوايج شي فيديوهات اللي كتسئ ليا، وفيه شي فيديوهات طبعا اللي فيهم شي اشياء خايبه بزاف. بعض المرات كيهين المراه، كيهين كيهضر على بزاف ديال الحوايج ماشي هما هذوك. دونك اللي بغيت نقول لكم هو انكم اللي مابوني لشي صفحه ديال رشيد شو يخرج منها، لانها ماشي ديالي نهائيا، ما عندي حتى شي صفحه تتحمل اسم رشيد شو. عندي كونت واحد هو رشيد علالي، هو هذا فيغيفي. دونك ما عندي حتى شي صفحه سميتها رشيد شو، باش الناس ما يبقاوش يهضروا ويقولوا شحال واحد دابا كيتصل بيا وكيقول لي لحتي واحد الفيديو ولا درتي واحد الحاجه. دونك انا ما عنديش صفحه نهائيا رشيد شو، عندي صفحه هي رشيد علالي فيغيفي، هي هذه. الله يخليكم، نتمنى ان هذه المساله توصل. اما بالنسبه للاخ اللي خدام تيحط في اشياء وكيضرب اسمي وحط الصوره ديالي في لاباج، فهذاك السيد هذاك غادي نتفاهم معاه بطريقتي، ولانه كيتسبب لينا في بزاف ديال الاشياء خيبه. كنشكركم جميعا وكنتمنى لكم ليله سعيده، واسمحوا لي الا صدعتكم، وتابعونا ان شاء الله يوم الجمعه في حلقه خاصه فيها واحد المفاجاه كبيره، نتمنى انها تنال اعجابكم. تحياتي.